الله، انا بحب اللعبه بتاعتي قوي، الكاريتا والراجل اللي عمال بيزقها. هنا تعالي العبي معايا. هنا هنا بتنفضلي خالص، مش مشكله، انا قاعده عمال العب اهو، وحركها يمين وشمال والعب بالقلعه بتاعتي الفظيعه. انا بجد عايزه اغير في القلعه الكبيره قوي دي، القصر الكبير قوي بتاعي ده، ممكن اشوف اقدر ان انا اغيرها ازاي. هنزل كده اشوف هنا وماما ولا هلاقي حد فيهم ولا لا. ايه ده، هنا قاعده اهي. هنا صباح الخير، ازيك يا اما؟ الحمد لله انا كويسه، انتي عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. ممكن تيجي تطلعي فوق تلعبي معايا بالقلعه بتاعتي؟ وكنت عايزه كمان ان انا اغير شكل بتاعها لحسن انا زهقت منها. طيب ماشي، مفيش مشكله، انا بس بعمل شويه واجب وهطلع معاكي على طول. طب ممكن تكتبي خطاب للأمير؟ ماشي اوكي، تحبي اكتب له ايه؟ اكتبي قولي له من الأميرة أما بتبعت لك وبتقول لك فين الأكل. فين أكل ايه يا شيخة؟ قولي له بس كده، هو هيفهم وهيبعت لي على طول عربيات فيها أكل كتير جدا جدا جدا. طيب ماشي، انا هطلع بقى فوق كده اهو واوريكي. بصي القلعه بتاعتي شكلها كبير ازاي وحلو اوي. يا اما انا عارفاها، حبيبتي باجي العب معاكي بيها كل يوم. طب عايزين نغيرها بقى، ممكن احنا نغيرها ازاي؟ انا عندي فكره حلوه، ممكن احنا نشيل الجزء اللي فوق ونغير الشكل بتاعها. لا لا، انا عايزه حاجه اسهل. طيب استني كده هفكرلك. ايوه، فكريلي عشان انا عايزه اغير خالص الشكل بتاعها. بصي دي علبة جليتر عندي، ممكن احنا نرشها عليها من فوق هيبقى شكلها حلو قوي. ايه ده، الله انا بحب جليتر جدا. اهو اهو، بصي هرشلك بقى جليتر كده من فوق كتير قوي قوي، هغرقلك القلعة كلها. طب يلا اوكي، يلا رشالي رشالي، انا مبسوطة قوي. ايه هرشهالك بقى كده دلوقتي. يا نهاري، ايه ده، دي بتترش كتير قوي. واو، ايه ده، اوه شكلها بقى تحفة القلعة بتاعتي، حلوة جدا للعب. مش قلتلك ان هي هتعجبك؟ شفتي القلعة كلها بقى كليتر ازاي؟ اي بقى اميرة تيجي تقف هنا هتتغرق بقى كلها كليتر زي الفيري تيلز بالظبط. يعني ايه فيري تيلز دول؟ يعني قصص الخيالية الفظيعة اللي بيجيبوها في التلفزيون والأفلام بتاعة ديزني. الله، ايه ده، التليفون بيرن تحت، هنزل اشوف مين واطلعلك تاني. طيب ماشي، انا ممكن العب انا بقى بالازازة دي. الله حلوة قوي فكرة الكليتر ده، هرشه كله على نفسي. واو، الو، ايوه حضرتك، ما تلاقيش يا ماما، احنا قاعدين في البيت اهو كويسين، واخده بالي من اما كويس. قاعدين بنلعب انا وهي مع بعض. الحمد لله ماما كانت بتطمن، بس هطلع اشوف اما عملت ايه بالكليتر. ايه وسويت كل الكليتر، هاي شكلي بقى فظيع. ماما 5 دقايق وتيجي، عايزه الحق اروق البيت قبل ما تيجي. انا جايه انا جايه. ايه ده، يا نهاري، ايه يا امل اللي انت عملتيه في نفسك ده؟ ابدا، انا حطيت كل جليتر، هو انا مش قلتلك ايه كل جليتر ده؟ تعالي بقى بسرعه قبل ماما تيجي تشوفي المنظر ده، هتيجي تتخانق معايا وتزحق لي انا. تعالي خشي بقى حميكي بسرعه. ليه ليه ليه، انا مبسوطه جدا بالجليتر ده، خليني شكلي زي القصص الخياليه اللي انت كنتي بتقولي عليها. انتم كام خلاص اساس الجليتر كلها عليكي؟ يا نهاري، خشي خشي بسرعه الحمام، يلا قدامي. حاضر، طيب داخله اهو، بس كنت عايزه اوري شكلي كده لماما. لا طبعا، انت هتتخض وتقعد تزعقلي. اوه الحمد لله، حميتك بسرعه قبل ماما تيجي. ايه، بحب استحمى قوي. يلا الحمد لله، نزلتلي كده كل الكليتر اللي عليكي عشان ماما لما تيجي ما تقولناش حاجه. انا جيت يا اولاد. ماما الحمد لله، انا حميتك بسرعه، لما تنزلي بقى سلمي عليها يكون شكلك في النضيف ولا